طب في تدعيم في يناير يا كابتن يوسف؟ لا دي حاجه طبعا لسه ما اتناقشناش فيها، ومستذكرترون طبعا وبحكم ان انا قائم باعمال مدير كوره لسه ما اجتمعناش مع لجنه الكوره وما اتكلمناش، خاصه ان خصوصا احنا تركيزنا دلوقتي في البطولات اللي احنا ماشيين فيها، سواء كاس مصر او بطوله عربيه او دوري او بطوله افريقيا، فانت عارف تلاحم الماتشات والكثافه الماتشات مش مخلينا خالص نفكر في الموضوع ده. احنا عندنا مجموعه لعيبه مميزين ولسه بدري، لسه شهرين ونص على يناير، فانا شايف الوقت مبكر قوي ان احنا نتكلم على تعاقدات يعني. تمام، السؤال الاخير كابتن يوسف، يعني وليد سليمان من افضل اللعيبه اللي بتدي او بتادي كوره في الكره المصريه ومع النادي الاهلي، عدم دخوله منتخب مصر شايف ان هو ممكن ياثر عليه معنويا؟ يعني ممكن تتكلم معاه في الجزئيه دي؟ يعني احنا طبعا بنتكلم مع لعيبتنا كلها وقريبين منهم جدا، لكن وليد سليمان انا زي ما انت قلت من اللاعبين المميزين جدا، ولو انا بتكلم على وليد سليمان فهو فعلا من عناصر المميزه في فريق النادي الاهلي، ودائما عنده او بيتواجد وبيبقى ليه حضور قوي جدا في المباريات الكبيره كمان، يعني في مباريات كده بيبان لك اللعيب الكبير واللعيب اللي عنده خبره واللعيب اللي عنده تقل في الملعب. النقطه الثانيه كمان انه بس مش وليد سليمان، احنا عندنا كمان احمد فتحي، عندنا حسام عاشور، عندنا شريف اكرامي، عندنا شناوي، سعد سمير، عندك مجموعه لعيبه كبيره لعبت في النادي الاهلي على مدار 10 12 سنه، الفتره اللي فاتت عاشور 16 سنه ما شاء الله، فانت بتتكلم في لعيبه دول التقل الفني بتاع فرقه النادي الاهلي، ودول اللي بيمثلوا اللعيبه الكبار واللي هو عنصر الخبره في فريق النادي الاهلي، فطبعا كلهم انا شايف ان هم قايمين بدورهم بشكل كويس جدا. وليد وفتحي وعاشور يستحقوا طبعا انضمامهم للمنتخب، شريف اكرامي كان متواجد في كاس العالم لكن نتيجه عدم انضمامه للفريق او اللي بيلعبش يعني الفتره دي فطبعا استدعاءه صعب. السوليه بيلعب دور كبير جدا في النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، فانا شايف ان في اكتر من عنصر في النادي الاهلي يقدر كمان يفيد قوي المنتخب الفترة الجاية. كابتن محمد بس اخيرا اسال حضرتك، طب طمنا بس وطمن جمهور الاهلي وجمهور مصر كله على الاصابات او كثرة الاصابات اللي موجودة في النادي الاهلي، ومين اقرب لعيب النهاردة او الفترة الجاية يقدر يفيد النادي الاهلي؟ لا واحنا الحمد لله المصابين الفترة الجاية يعني بدأوا يرجعوا لنا، يعني النهاردة انضمام السولية وانه ياخد جزء معانا نص ساعة في المباراة دي حاجة كويسة جدا، فاحنا بنطمن عليه. في نقطة تانية كمان ان عندك ميدو جابر كان معانا النهارده لكن مستر كارتيرون فضل انه ما يدفعش بيه عشان الاصابه، يعني الحمد لله هو خف من الاصابه وبقى تمام بس فضل ان هو ياجل اشتراكه. عندك ان شاء الله حسام عاشور وسعد سمير وصلاح محسن، المجموعه دي ان شاء الله تخش لنا الفتره الجايه. وليد سليمان كان مستر كارتيرون مريحه عشان الاستشفاء. عندك احمد فتحي واخد كدمه في مباراة الاتحاد اعتقد اللي هو غير بسببها، ان شاء الله الكدمه دي خلال اليومين ثلاثه الجايين هيرجع لنا تاني، فان شاء الله الفتره اللي جايه دي ال10 ايام الجايين دول لغايه مباراه وفاق الصيف هتلاقي ان شاء الله المصابين كلهم هيرجعوا للتدريبات الجماعيه ويبداوا يشتركوا يعني. يا رب يا كابتن يوسف، وبالتوفيق ليك والتوفيق للنادي الاهلي طبعا اللي بيلعب في افريقيا والبطوله العربيه والدوري المصري، والنهارده كان بيلعب في الكاس. كان معنا كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره. اعتقد مكالمه مهمه لجماهير النادي الاهلي. طبعا لان النادي الاهلي طبعا قاعده كبيره طبعا في الكره الافريقيه، ومش هقول اكتر من يعني مش اقل من 8 لعيبه متواجدين بصفه دايما في منتخب مصر وايام افاد منتخب مصر. لما بيكون النادي الاهلي واقف على رجليه النهارده ونادي الزمالك والاسماعيلي والمصري طبعا دول بيرفعوا اسم مصر وبيلعبوا باسمنا سواء بطولات عربيه او بطولات افريقيه، في الاول وفي الاخر بالاضافه للعبة كمان المحترفه لقيمه النادي الاهلي وقيمه النادي الزمالك وقيمه الانديه الكبيره اللي موجوده في مصر، في الاول في الاخر بينصب لمصلحه المنتخب الوطني. طيب